شو شو امرت؟ 15000 شو؟ 15000 ليره سيدي، سلفي على معاشنا. ومن ايمتى انا كنت اعطي سلاف؟ ان شاء الله فكر حالك موظف بدائره حكوميه انت. طيب سيدي انت اعطيني اياهم 14 واخصمهم 15000 على 15 شهر. اشو فاتح لك مصرف تسليف انا؟ لعم على القصه، بعدين مين قالك انه انا باخذ فايز؟ وليش هيك عم تحكي معي هيك غسان بيك؟ شو نسيت انه صار لي عم بخدمك 20 سنه؟ شبابي وعمري كله فنيته بهالمشغل، ولا بي غسان بيك؟ يعني معقوله بعد كل هالخدمه ما يطلع لي اتدين هيك مبلغ صغير يا سيدي؟ يا ابو غالب، يا ابو غالب انت بتمون؟ مو بس علي، على المعمل كله. انا ما قلت شيء، بس المشكله انه بالوقت الحاضر ما بقدر اعطيك هيك مبلغ. ليش غسان بيك؟ لانه ما في سيوله، ما في منوب، كل مصاريه بالسوق. انت بتعرف قديش لنا بضاعه مع التجار؟ اكثر من 5 ملايين ليره، وكلها مفروضه بالسوق وبالدين. قديش عم نلم جمعيه يا حزرك؟ يا دوب 200000. وبتعرف قديش علينا التزامات وجمعيات وحق خيط وقماش؟ يعني كل خميس بنقبض 200 وندفع 300، والسوق شوفت عينك ميت. بقى منين بدي اجيب؟ بصراحه اكثر اشكروا ربكم واحمدوه يلي عم بقدر اعطيكم معاشاتكم. بقى روح روح هلا ساوي لي فنجان قهوه، ولا بتغني قدامي هيك مواويل. بلا ما بتبعت بالك بالضوء. ايه عرفت شلون؟ والفرش؟ الفرش ما بده شيء، وين حقه؟ ماشي. هدول 20000. شكرا شكرا. السلام عليكم. والله معك. السلام عليكم. هو هيك قال؟ هيك قال، وقال منيح اللي عم يقدر يعطينا معاشات. ينعطى لطشة إن شاء الله. شو عم يعطيك حسنة على باب الجامع هو؟ وقال شو؟ سيولة ما معه، مع إني شفته بعيوني هدول عم يدفع 20000 ليرة حق ضو سيارته يلي ضربه من يومين بالحريقة. والعمل هلا؟ منين نجيب مصاري؟ خايفة سقف المطبخ يتطربق فوق راسي. لا إلك حل أبو غالي، تروح من بين ايديك. ها يعني شي يوم بتفيق بتلاقيني مدفونه بالحياه بين الاطرميزات والصحون والطناجير. وينك ابو غالب؟ نعم سيدي. وانت عم تنظف اليوم لقيت شي؟ مثل شو؟ ساعة الذهب جديده واقعه مني وما عم الاقيها. شو الحكي؟ وين واقعه؟ شو بيعرفني وين واقعه؟ بيظهر فلتاني من ايدي بدون ما احس عليها. ايه بسيطة غسان بيك، الا ما تلتقى وين بدها تروح يعني؟ بعدين مو مال حلال؟ مال حلال اكيد بدها ترجع لك. قول اذا جوات المعمل الا ما تلتقى، بس انا خايف تكون واقعة مني برا. ولو برا غسان بيك، مو مال حلال؟ خلاص بدها ترجع لك ولو كانت باخر الدنيا. على كل حال انتبه منيح وانت عم تنظف، بلكي بتطلع بطريقك. ان شاء الله بتطلع غسان بيك، اطمن، انت دائما ايدك ممدوده للخير، وربك سبحانه وتعالى لابد ما ياخذ هالشيء بعين الاعتبار، ما بيضرك لانه انت ما بتضر حدا. الله يسمع منك، بتصدق اني لسه ما تنيت بلبسها؟ صار لي 3 ايام شاريها. لا حول ولا قوة الا بالله. وان شاء الله مو غالي غسان بيك؟ يعني حوالي 50000. قديش؟ ساعة ب50000؟ على كل إن انا نازل على المشغل. فوت نظف المكتب بغيابي. إذا ساعته 50000، لكن سيارته قديش حقها؟